شهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي هذا اليوم سباق كأس جلالة الملك المفدى للقدرة للعموم لمسافة 160 كيلومتر والذي نظمه الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة برعاية مجموعة GFH المالية وذلك بقرية البحرين الدولية لسباقات القدرة حيث شارك فيه نخبة من فرسان مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. ولدى وصول حضرة صاحب الجلالة وصاحب السمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كان في الاستقبال الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الملكي الذين رحبوا بجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظهما الله وأعربوا عن تقديرهم لهذه الرعاية الكريمة التي تعكس دعم وتشجيع جلالته وسموه حفظهما الله اللامحدود للفرسان المشاركين ولرياضة الفروسية العريقة. وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى جلالة الملك المفدى وسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم إجازا حول مراحل السباق وعدد الفرسان المشاركين فيه بالإضافة إلى كافة الاستعدادات التي حرص الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة على تحضيرها للمشاركين في السباق. وتبادل جلالة الملك المفدى وسمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأحاديث مع الفرسان متمنيين لهم كل التوفيق والنجاح في السباق. وقد التقى جلالة الملك المفدى خلال السباق بسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين وتبادل الأحاديث حول العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين. كما تشرف الرعاة الرسميون للبطولة بالسلام على جلالة الملك المفدى وقد هنأ صاحب الجلالة حفظه الله جميع الفرسان الفائزين منوها بما حققوه من مستويات ونتائج متقدمة أهلتهم لهذا الفوز وأكد على أهمية تنظيم مثل هذه السباقات التي تسهم في رفع كفاءة الفرسان وجاهزيتهم واستعدادهم للمشاركة في مختلف المنافسات الإقليمية والعالمية. وأشاد جلالته بالجهود الناجحة والمتميزة لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في تطوير رياضة سباقات القدرة والمحافظة عليها باعتبارها واحدة من الرياضات العربية الأصيلة وتشجيع الشباب البحريني على المشاركة فيها وتحقيق المراكز المتقدمة. كما أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على هذه الزيارة الكريمة مؤكدا أن مشاركة فرسان دولة الإمارات في هذا السباق تعكس العلاقات الأخوية الوثيقة القائمة بين البلدين ووشائج القربة والمحبة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين. وأعرب جلالته عن تقديره لجهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الملكي للفروسية في التنظيم والإعداد لهذا السباق والحرص على تهيئة أفضل الإمكانيات أمام فرسان المملكة بهدف تحقيق النجاح المنشود مؤكدا استمرار الدعم لرياضة الفروسية بما يضمن تطور سباقاتها ومنافساتها على المستوى المحلي والعالمي. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن شكره وتقديره لجلالة الملك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة مشيدا بدور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وجهوده الموفقة في الارتقاء برياضة القدرة البحرينية وإيصالها إلى أعلى المراتب.